المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما همشنال. جيسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين إن شاء الله وبإذن الله كذلك. دونك الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتقوية الشعر، تطويل الشعر، وأيضا تخلص من تساقط الشعر أو مشكل الصلع اللي كيكون عند بزاف ديال السيدات وبزاف ديال الحبيبات اللي تشكاو ليا منه في لاباج وفي الفيسبوك وسي انستغرام وسي سناب شات في لي ميساج اون بريفي. أكيد فأكيد اليوم جينا باش نعالجوا هذا المشكل. صراحة بحال هاد الغسالات هذه قدمتها لكم في القناة ديالي، الحمد لله نالت الإعجاب العديد من الأخوات، فحتى هاد الوصفة نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. إن شاء الله في وصفات أخرين أكيد نقدم لكم مكونات مختلفين باش كل سيدة إلا عندها مشكل معين من أي مكون كيسبب لها حساسية يعني تنال الإعجاب ديالها وصفة أخرى اللي فيها مكونات أخرين اللي مغيرين على الوصفة الأولى واللي ما يسببوش لها أكيد حساسية للشعر ديالها. فبالنسبه لهاد الوصفه غادي نعملوها في الشامبو ديالنا اللي كنوصلوا به الشعر ديالنا، يعني على حسب كل سيده. انا شخصيا كنوصل بهذا الشامبو هذا اللي هو شامبو الاطفال، اكيد كنا كنعرفوه، فممكن توصلوا باي شامبو، ماشي بالشرط انكم تاخذوا شامبو الاطفال الا ما كانش كيتواتى معكم. اكيد الا كان كيتواتى معكم فاكيد تستعملوه، لانه صراحه شخصيا شعري جاف ومتقصف وكنستعملو ليه وكيعجبني لمن ناحيه ديال الرائحه ديالو، فالرائحه ديالو كتبقى في الشعر صراحه لمده طويله، وايضا يعني كيغسل الشعر مزيان، كيحيد منه دوك الزيوت اللي كيكونوا في الشعر، وايضا او ميم طون كيرطب لينا الشعر ديالنا. ولكن هذا الشيء كنهضر عليه شخصيا، يعني ممكن سيده اخرى ما يناسبهاش، ودائما نمشيو الحاجه اللي كتناسبنا. قبل ما نمشيو للمكونات، طريقه التحضير، طريقه الاستعمال، ما تنساوناش باللايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط نخليهم لكم في ديسكريبشن بوكس ولا في لا باغ دانفو ولا في صندوق الوصف. وعلى بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، ثم طريقه التحضير، ثم طريقه الاستعمال. هنا غادي نبدا باول مكون اللي هو زيت الزيتون كما كتشاهدوا. فبالنسبه لهذه الوصفه غنحتاجوا زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون ممكن تغيروه الا ما بغيتوش تستعملوه، مثلا ممكن تعوضوه بزيت الكوكو، حتى هو كيبقى من اروع الزيوت للشعر، لتقويه الشعر، لترطيب الشعر، وميم طون فيه ريحه كتهبل. كنا كنعرفوا زيت جوز الهند والمزايا ديالو والفوائد ديالو اللي صراحه لا تعد ولا تحصى للشعر. كيف ما قلت لكم ممكن تلجؤوا لزيت الزيتون، كيف ما ممكن تعوضوه بزيت جوز الهند ولا زيت الكوكو ولا زيت ارغان، يعني كل هاد الزيوت صراحه من بين الزيوت الرائعه جدا اللي ممكن نعوضوا بها زيت الزيتون. بالنسبه لتاني مكون اللي هو الملح، فبزاف السيدات غادي يجيهم القضيه غريبه بالنسبه للملح، يعني كاينين بزاف السيدات اللي ما عمرهم جربوا الملح للشعر ديالهم. فبالنسبه للملح البنات الا عملناه في الشامبو ديالنا فكيحيد لينا ولا كيزول لينا القشره من الفروات ديال الراس ديالنا، سواء للنساء اولا للرجال. فكنصح بالملحه للشعر لانه صراحه الفوائد ديالها والمزايا ديالها لا تعد ولا تحصى، خصوصا السيدات اللي كيتشكاو من القشره الكثيره في الشعر ديالهم، يعني خلق لهم صراحه مشكل في حياتهم. فكنصحهم بالملحه يعملوها لاي شامبو كتستعملوه كيتواتى مع الشعر ديالكم، سواء كان الشعر ديالكم جاف او دهني، فما عليكم الا بواحد الملعقه صغيره ديال الملحه تعملوها في الشامبو ديالكم وتخلطوا الشامبو مع ديك الملحه، يعني حتى يتجانس الشامبو مع الملحه، وموراها تعملوه للشعر ديالكم. فهاد الطريقه هذه البنات جربوها وردوا عليا في لي كومونتير، فانا شخصيا معتمده عليها صراحه غزاله بزاف كتعجبني. فالناس اللي ما عمرهم جربوها يخليوها لينا في لي كومونتير بعد ما يجربوها، يعني النتيجه ولا النتائج ديالهم بليطو. بالنسبه للسيدات اللي ديجا مجربينها يعني كتعملوها باش تزول لكم القشره، فخليو لينا في لي كومونتير يعني كيفاش كتجيكم هاد الوصفه، واش كتعجبكم ولا ما كتعجبكمش. بالنسبه لثالث مكون معنا في هاد الوصفه هو الخل، فاختاريت الخل. بالنسبه للخل هنا كنصحكم بخل التفاح. خل التفاح من بين الاشياء الرائعه للشعر، كيخلي واحد اللمعه، كيخلي واحد الاشراقه في الشعر، يعني جربوه وردوا عليا، يعني خذوا الخل ديال التفاح
وعملوه في شامبو ديالكم. بالنسبه للسيدات اللي كيقلبوا غير على اللمعه فقط، ما عندهمش ديك اللمعه في الشعر ديالهم، فما عليكم الا بالخل ديال التفاح واحد 3 المعالق، عملوهم في الشامبو، خلطوا الكل، يعني خلطوا الشامبو مع خل التفاح وغسلوا به الشعر ديالكم، وردوا علينا في لي كومونتير. هذا الشيء بالنسبه للسيدات اللي باغين غير اللمعه فقط، اما اللي باغين تطويل الشعر وكل هاد المسائل فما عليكم الا تخلطوا هاد 3 المكونات مع بعضهم البعض، اللي هما الملحه، زيت الزيتون ولا زيت جوز الهند او لا زيت ارغان، وايضا الخل ديال التفاح. بالنسبه لاخر مكون اكيد اكيد هو المكون الرئيسي، اللي هو شامبو الاطفال اللي كيجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لشامبو الاطفال فانا كناخذ جونسون، كيجي بهذا الشكل، خديت قرعه ديال 100 ملل، ممكن تاخذوا قرعه اكبر، يعني الحجم دائما اختياري وليس اجباري بتاتا. فهادو هما المكونات اللي معنا في هذه الوصفه. فبسم الله على بركه الله ندوزوا لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال بعد ما تعرفنا على المكونات. فناخذ الملحه على جنب، ايضا الخل ديال التفاح، و الشامبو هو اللي غادي نعملوه. بسم الله، نحاول نعبر بالملعقة يكون افضل. فالملعقة الاولى والملعقه الثانيه، وعينكم ميزانكم اكيد. السيدات اللي ما باغينش يستعملوا هذه الطريقه ممكن تخلطوا الكل في الشامبو، يعني في القرعه ديال الشامبو ديالكم. غادي ناخذ الملحه، ناخدو زيت الزيتون، وناخدو ملعقة ديال الخل. ونحاولو نخلطو كل هاد المكونات مع بعضهم البعض. غادي نحاول نزيد نضيف الملعقة الثالثة ديال الشامبو، ونحاول نخلطو الكل. حتى نحسوا بديك الملحه تجانست لينا مع الشامبو والسيخل التفاح وايضا زيت الزيتون. ومن بعد كنخلطوا الكل ونغسلوا به الشعر ديالنا مزيان. بالنسبه لهاد الوصفه جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. فبالنسبه للناس اللي كيعانوا من القشره غادي يتخلصوا منها، الناس اللي كيعانوا من ديك يعني ما كتكونش عندهم اللمعه في الشعر ديالهم غادي تولي عندهم فهاد الخل التفاح، وايضا الناس اللي عندهم يعني ما كيطولش لهم شعرهم غادي يطول بهاد الوصفه هذه، الناس اللي عندهم شعر جاف غادي يولي الشعر ديالكم يعني املس وارطب، وايضا غادي ما تبقى يعني ما يبقاش داك الجفاف في الشعر ديالكم. ففقط جربوها، يعني فيها كل الفوائد وكل المزايا اللي كتقلب عليها كل سيده، وبالنسبه لتساقط الشعر حتى هو غادي يقل، وغادي بالنسبه للناس اللي كيعانوا من تساقط الشعر او الصلع فتساقط الشعر ما غاديش يبقى الا اعتمدتوا عليها بشكل يعني اسبوعي، يعني كل اسبوع تغسلوا بها الشعر ديالكم. ففقط جربوها وردوا عليا كما سبق لي وذكرت، راه من بين الوصفات الرائعه جدا 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 لتطويل الشعر، لترطيب الشعر، لتقويه الشعر،
وايضا غادي تعطيكم لمعه وغادي تخلصكم من القشره اللي كتخلق لنا مشكل في حياتنا اليوميه. فبالنسبه للسيدات اللي غادي يجربوها ردوا علينا في لي كومونتير. ديجا الا كنتم مجربين هذه الوصفه قولوا لنا كيفاش جاتكم والنوعيه ديال الشعر ديالكم، واش جاف او دهني. الا عندكم دي روسيت واحد اخرين كتعملوهم في الشامبو خليهم لينا، يعني خليو لينا المكونات وطريقه الاستعمال في لي كومونتير، وانا شخصيا بدوري نجرب الوصفه، واكيد الا عجبتني نجي نبارطاجي معكم في القناة. نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ما تنسوناش باللايك، تشاركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في البروشين فيديو. خليتكم مرحبا هنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.